الستيك من الحاجات الاكلات اللي لما بناكلها بتحسسنا كده ان احنا في جود مود، بس طبعا احنا كلنا فاكرين لازم ننزل ناكله في مطعم. لا خالص، احنا ممكن نعمله في البيت احلى كتير من اللي بناكله في المطاعم. النهارده هنعمله سوا بطريقه بسيطه جدا. اهم حاجه اختار قطعه لحمه صح. انا اخترت النهارده الريب اي، هي من احلى القطع اللي تتعمل ستيك. طبعا انا مش عارفه بالمصري او بالعربي يعني ايه، لان الجزار سكوتش فمعرفتش اوصل معايا اسمها تكون ايه يعني او مكانها فين، بس ممكن نسال الجزار. بصوا، هي قطعه ناعمه وطريه جدا. هتبلها تتبيله بسيطه، وهي دي تتبيله الستيك، رشه زيت زيتون، وبعدين هحط عليها فلفل اسود. انا بحب اطحنه في ساعتها عشان الزيت بتاعه يبقى محتفظ بالزيت بتاعه يعني ونكهته قويه. برش رشه حلوه كده، وبعد كده هجيب الملح بتاعي برضو هرش رشه قويه، واعمل نفس الكلام على الوش التاني، الزيت الزيتون والفلفل الاسود والملح، وبحاول اضغط عليهم عشان يمسكوا في اللحمه، لان لما هاجي احطها في طاسه اكيد جزء منها هيقع، وانا مش هسيبها في التتبيله بتاعتها، انا هحط التتبيله كده على طول واخدها وعلى الطاسه على طول. انا في الوقت ده مسخنه الطاسه بتاعتي تسخينه حلوه، عشان خاطر لازم اول ما احط اللحمه تعمل صوت، عشان الصدمه دي بتخلي اللحمه تحتفظ بالسوائل بتاعتها جواها. ايوه هو ده الصوت بالظبط اللي لازم اسمعه. 3 دقايق وبقلبها على الوش التاني. انا سمت اللحمه بتاعتي 3 سنتي، فثلاث دقايق بيبقوا مناسبين جدا، او ممكن 4 دقايق على حسب نوع اللحمه يعني كبيره صغيره. بصوا، هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللي هو الذهبي اللي رايح على بني ده، لون حلو قوي ومناسب. انا النار خليتها وسط، بعدين هحط بقى قطعه من الزبده وعود روزماري، 3 فصوص ثوم، وبس كده، مفيش اي اضافات تاني بتتحط على الستيك عشان احس بطعم اللحمه. هو ده جمال الستيك، ان هو بسيط قوي. انا باخد بقى من الزبده اللي فيها الثوم والروزماري وارش على وشها عشان تتشرب كلها بالطعم بتاعها. بصوا، انا بقعد اخد بقى واحط على الوش كده عشان خاطر ايه تبقى متشربه من الثوم والروزماري، شكلها خطير. الجناب بتاعتي فيها فات، فبقلبها عشان تاخد لون ذهبي، وفي نفس الوقت ان هو ينزل في الطاسه، انا مش عايزاها فات فيها. انا كده اللحمه بتاعتي استوت، هي خدت 6 دقايق بالظبط، هسيبها ترتاح 5 دقايق من غير ما اقطعها. بعد ما ارتاحت هبدا اقطعها بقى الشرايح بالمنظر ده. انا مسويها ويل دان، مش قادره اقول لكم، خطيره، ريحتها تجنن وانا بقطعها. طبعا هي يعني بصوا، لو بصينا على السوائل اللي بتنزل منها هي جوسي جدا، متهيألي شكلها بيتكلم عنها، وصدقوني طعمها احلى من الشكل بكتير. لو مشيتوا بالخطوات زي ما قلت لكم، ثقوا ان انتوا هتبقوا اساتذه في الستيك ومش هتاكلوه من بره تاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.